شكلي في إن في الموضوع. من ذكاء العرب ونباهتهم قولهم الموضوع فيه إن، فما قصة هذه الإن؟ وما أصل هذه العبارة التي ورثناها أبا عن جد؟ تبدأ الحكاية قديما ببلاد الشام في عصر الفاطميين، حيث إنه كان في مدينة حلب أمير ذكي فطن شجاع اسمه علي بن منقذ، وكان تابعا للملك محمود بن مرداس حاكم حلب حينئذ. وذات يوم حدث خلاف بين الملك والأمير، وفطن الأمير إلى أن الملك سيقتله، فهرب من حلب إلى بلدته دمشق. فطلب الملك من كاتبه أن يكتب رسالة إلى الأمير يطمئنه فيها ويستدعيه للرجوع إلى حلب. وكان الملوك يجعلون وظيفة الكاتب لرجل ذكي، وذلك حتى يحسن صياغة الرسائل التي ترسل للملوك. فكانت الكتابة حينئذ من أشرف المهن وأكثرها إدرارا للمال، وكانت ترفع من مقام صاحبها وتقدمه في كل نواحي الدولة، بل وكان أحيانا يصير الكاتب ملكا إذا مات الملك. شعر الكاتب بأن الملك يضمر الشر لعلي بن منقذ، وأحس أنه ينوي الغدر به، فكتب له رسالة عادية جدا، ولكنه كتب في نهايتها إن شاء الله تعالى بتشديد النون. ولما قرأ الأمير الرسالة وقف متعجبا عند ذلك الخطأ في نهايتها، حيث أن كلمة إن في عبارة إن شاء الله لا تحتاج إلى شدة أساسا، وهو يعرف حذاقة الكاتب ومهارته التي لا يمكن أن تغفل مثل هذا الخطأ الواضح. لكنه أدرك فورا أن الكاتب يحذره من شيء ما حينما شدد تلك النون، ولم يلبث أن فطن إلى قوله تعالى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. ثم بعث الأمير رده برسالة عادية يشكر للملك أفضله ويطمئنه على ثقته الشديدة به، وختمها بعبارة إن الخادم المقر بالإنعام. فلما قرأها الكاتب فطن إلى أن الأمير يبلغه أنه قد تنبه إلى تحذيره الخفي، وأنه يرد عليه بقوله تعالى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، واطمأن إلى أن الأمير ابن منقذ لن يعود إلى حلب في ظل وجود ذلك الحاكم الغادر. وقال في تلك الواقعة ابن الأثير: وهذا من أعجب ما بلغني من حدة الذهن وفطانة الخاطر، ولولا أنه صاحب الحادثة المخوفة لما تفطن إلى مثل ذلك أبدا، لأنه ضرب من علم الغيب، وإنما الخوف دله على استنباط ما استنبطه. هاها، يا لهؤلاء القوم، كيف كان القرآن هو إطار الحياة لديهم، يربطون به كل شيء، حتى إنه قد نجاهم من الموت. وهكذا نجى الأمير والكاتب لفطنتهما وبلاغتهما، دون أن ينتبه الملك أو حاشيته للحوار السري الذي دار بينهما وخلده لنا كتاب الزمان. ومن هنا جرت المقولة على لسان العرب مجرى المثل، وتناقلها الناس جيلا بعد جيل حتى يومنا هذا، فيقولون للموضوع إذا كان فيه شك أو سوء نية أو غموض الموضوع فيه إن، أو زي ما بنقول كده بالمصري شكلي في إن في الموضوع. كانت هذه فقرة خفيفة من سلسلة حكم وأمثال العرب، وأرجو أن ينال ذلك على إعجابكم. شارك الفيديو مع أصدقائك لتعم الفائدة، ولا تنسى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أراكم على خير يا أصدقائي. سلام.